انا راجل رياضي. نعم. مبروك للزمالك انه كسب الدوري. واي حد يكسب مبروك. نعم. مبروك. ولعب السنه دي الزمالك عنده لا عنده مدرب هايل عنده مدرب وطلع ناشئين هايلين وفي ظل ظروف انه ما عندوش قيد. احنا تعظيم سلام. نعم. احترام. نعم. انه كسب وشيء جميل. ومن مصلحه اي رياضي ان الاهلي والزمالك يكونوا اقوياء جدا. نعم. وكل الانديه تبقى اقوياء. نعم. هيأدي ده للنهضه بالرياضه المصريه. خدت بساتك انا. نعم. انا مش معنى ان انا اهلاوي اني ما اتمناش للاخرين الفوز لا. وانا اي نادي بيلعب مع لازم نادي خارجي نفسه. طبعا بحاجة بتقولي بياخد كمان بطولات كتير بيبقى فيه ملل طبعا لو قاعد بقى يعني فلازم روح المنافسه طبعا كله يتشجع طبعا طبعا لكن ما بقللش من انتصارهم نعم ما بقللش من مكسبهم نعم لا وبحيي المدرب ذكي جدا عبقري